بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم في مثال بسيط كده على موضوع الهاكرز والبوليمورفيزم. تعالى كده نعمل مثال خفيف أوي حتى على موضوع الإبليس. أنا هنا طبعا عندي الداتا الـ ID والسترينج اللي هو النيم وهكذا. دي مجموعة الداتا اللي موجودة، مجموعة الفلدات يعني اللي متاحة. طالما مفيش حاجة ضربت ايرور يبقى ده اوريدي مش متاخد منه اوبجكت، مثلا كان في كونستراكتور او حاجة، فده بالنسبة لي تمام. طيب اوكي، انا عملت ده ليه؟ بس مسحت الحاجه اللي موجوده ليه عشان بس اوريكم شويه فيتشرز كده بسيطه في النيت بينز كمان بالمره. يعني انا عندي هنا دي مجموعه الفلدات، اتفقنا طبعا في فكره الانكابسوليشن، مفترض ان الفلدات دي كلها او الفاريبل دي كلها بالكامل تكون برايفت. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ بالنيت بينز بشكل بسيط، اقول له هنا انسرت كود واقول له هنا data and setter واقول له عايز كل الاتريبيوت دي، وافعل بس حاجه اسمها انكابسوليت فيلد. انكابسوليت فيلد دي بتعمل ايه؟ بتخلي الفلات دي بدل ما هي كانت ديفولت بالشكل اللي احنا شايفينه، لا بقت برايفت اوريدي. تمام. طيب فاكرين طبعا انا كنت بقدر اعمل عمليه اكستند، هعمل هنا نيو جافا كلاس. الجافا كلاس ده وليكن مثلا اسمه اي تي، هو الـ IT في الأول وفي الآخر هيبقى وده جواه ميثود وليكن مثلا اسمها void void br وبرضه تكبير عن عندي اللي هو الانترفيو هو نفس الاسم avoid here. وتعالى نعمل كلاس تاني اسمه يكون HR، ال IT ده بيعمل ايه؟ هيعمل extends من الأبرمي وكذلك نفس القصة ال HR يعمل extends من نفس الكلاس. طبقت بس فكرة الانهيرتنس زي ما احنا شايفين ده already هنا، هيطلع رسالة بسيطة جدا اسمها out from into or from in. وتعالى هعمل ده from IT وهخلي ده الأخير from HR. هي override طبعا الميثود. ماشي اوكي، عايز نضيف له يعني warning كده بسيطة بيقول لي طب حط override annotation. يعني طبعا أقدر أجي أعمل هنا وأقول له والله من insert code عندي override method وأختار منها الميثود اللي أنا عايز أعمل لها override اللي هي br اللي هي دي generate. لا مش هيكون super dot print، ده هيعمل حاجة خاصة بيه هو اللي هي s out sorry s out only from hr.
لو جيت هنا على تيست كلاس هيجي هنا انا عندي ثلاثة اوبجكت، عندي ثلاثة كلاس، تعالى ناخد اوبجكت منهم. طبيعي ان انا كنت هعمل كده واقول والله في بالنسبة في اي جي هقول له وليكن مثلا اي ايكوال نيو من الاي جي واعمل نفس القصة بالظبط بالنسبة للـ HR وبالنسبة للـ employee. طب مش في الـ IT ده أصلا هو الـ type بتاعه employees الـ parent بتاعه employees؟ تمام بالظبط، دي حاجة اسمها upcasting عامة يعني. فلو جيت هنا قلت له والله الـ type أصلا employees بس الـ object اللي هيكريت من نوع الـ IT عادي جدا، ولا هيعترض ولا هيقول أي حاجة. ولو عملت نفس الموضوع بالنسبة كده أقول له إمبلوي وأخليه ده إيه وأعمل نفس القصة سوري إتش وأقول له إيكوال نيو من إتش أوف أصبح عندي ثلاثة ريفرنس تمام أو ثلاثة أوبجكت التايب بتاعهم واحد، يعني التايب بتاع كل دول هو إنجليزي لأن هو كده بالفعل عندي الإنجليز هو التايب بتاع الأي تي والتايب بتاع الإنجليز والتايب بتاع الإتش آر. تعالى بس أزود حاجة هنا خفيفة أوي، زود ميثود في الإتش آر مفيش مشكلة اسمها بي آر 2 تبقى موجودة. طيب ايه وجه الاستفادة من حاجة زي كده؟ أنا عندي هنا الطيب واحد وأوريدي هم كلهم الـ IT أو الـ Employee أو الـ HR هم الطيب بتاعهم واحد Employee، بعد كده عملت حاجة اسمها أقصد. طب بص ممكن أستفاد بيها إيه؟ ممكن أعمل هنا Array والـ Array دي الطيب بتاعها هيكون Employee، الطيب بتاعها هيكون Employee واسمها وليكن ايه واسمها ام، ده اسم الايه الريفرنس وهي ايكوال ايكوال بها ايه ايكوال اي و اي و اتش يبقى انا كده عملت الانترفيو اري. هنعمل ايه؟ تمام. طيب عملت هنا بالفعل وقلت له والله بما ان دول كلهم من طيب واحد فجيت هنا حددت له قلت له ان الطيب بتاعي هو امبلويز وانت والله ام اي واي وكذا، او كنت ممكن اعملها بطريقه تانية اقول له ان دول والله العدد بتاعهم ثلاثة او وهكذا يعني. وبعد كده اصلا تعال هوريكم الاثنين مفيش مشكله. طيب تعالى دلوقتي نروح على العناصر دي هقول له هنا فور اللي هي بطريقه الفور ايتش. الطيب عندي اصلا من نوع ايه؟ من نوع امبلوي. الطيب عندي من نوع ايه؟ من نوع امبلوي. فجيت هنا قلت له امبلوي اي حاجة اي ون. طب هعمل ايه؟ هفضي جواه الحاجة اللي موجودة جوه الاري وبعدين مع كل لوبة هتجيب لي الـ E1 دي
دوت بي ار. تعالى كده رام فأول مرة ال في أول مرة هنا ال M في index 0 اللي هو في ال I جاب لي IT from IT وبعد كده from employee و from هنا HR. يبقى أنا كده استفدت فكرة ال upcosting اللي أنا عملت طيب من طيب واحد موجود وقدرت أكسس بيه على كل الريفرنس المتاحة قدامي زي ما احنا شايفين. طب هل ينفع أقول له كده بإيه؟ طب دي كده فكرة الأب كوستنج. الأب كوستنج هنا بيعمل إيه؟ في الكومبايل تايم بيبص يلاقي إن والله إن الطيب عندي إمبلوي فقادر أكسس بيه على اللي هي الحاجة اللي هي عندي اللي هي بي آر. ليه؟ لأن بي آر دي أصلا موجودة جوه إمبلوي صح؟ تمام موجودة جوه التايم ده. بس في الران تايم بيشوف بقى الحاجة الأوبجكت، هل الأوبجكت ده عندي من الأي اللي هو من الاي تي فجايب الحاجه اللي موجوده جوه الاي تي ده في الران تايم. يبقى في الكومبايل تايم بيبص في الاول على هنا على الطيب، لقى ان الطيب عندي من نوع امبلوي والميثود دي موجوده جواه خلاص اوكي هيتعامل معاها ومفيش اي مشكله. طب لو لقى ان لا الميثود دي مش جواه يبقى في الكومبايل تايم بيطلع ايرور. عشان كده كنا بنضطر نعمل عمليه الكوستنج اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات. طب تعالى احنا كده شفنا خلاص اللي انا لما عملت ان هم كلهم من نفس الدول تايب استفدت ايه؟ ان انا عملت اري من التايب ده بالكامل وقدرت اقول البي اور اللي موجوده في كل اوبشن. طب تعالى كده اقول له والله مثلا هنا اقول له وليكن مثلا بال اي دوت بي اور. عادي جدا بالاوبشن ده قال لي هنا فروم اي تي. في الكومبايل تايم بيشوف والله هل بي اور دي موجوده جوه التايب ده موجوده جوه التايب الامبلوي او موجوده جوه التايب الامبلوي فعادي جدا طلع لي هنا الاي تي قال لي هنا فروم اي تي. طب تعالى كده نعمل اقول له والله لو سمحت بالنسبه للاتش اقول له اتش دوت بي ار. شايف بي ار ليه؟ لان هي موجوده في التايب في الكومبايل تايم مفيش ايرور. طب قول لي كده لا بص هي مش بي ار في الحقيقه هي بي ار 2. هل الكلام ده سليم؟ لا الكلام ده مش سليم لان في الكومبايل تايم بيطلع لي ايرور. طب ليه سبب الايرور يا سيدي؟ اصلا الايرور خلي بالك ان انت اوريدي هنا انت ده مش من يعني البي ار 2 دي مش موجوده عندك في الانتجري يعني مش موجوده في الانتجري. تمام هي في الران تايم تمام في الران تايم تمام هتاكسس على اتش ار. تمام بس في الكومبايل تايم انت بتقول لي هنا بي ار 2 هل بي ار 2 دي موجوده في التايب ده؟ لا مش موجوده في التايب ده طلعت ايرور. طب عشان احل المشكله دي عملت ايه؟ كنا عملنا موضوع كوستنج جينا كده قلت له والله الكلام ده كله هتعمل له كاست تعمل كاست للريفرنس ده على HR. لما جيت عملت ران كده فعلا طلع لي فروم HR زي ما احنا شايفين. فانا في الفيديو ده بس كان هدفي ان انا اتكلم على فكره الاب كوستنج يعني ايه كونسبت الاب كوستنج ده فادني في ايه ونوضح بس يعني ايه ان في الكومبايل تايم بيحصل عندي مشكله وفي الران تايم تمام او في الكومبايل تايم بيشوف هل الميثود دي موجوده في البيرنت ولا لا اللي هو التايم اللي اسمه الابيلوي ولا لا. لو موجوده يجي ساعه الران تايم يقوم اكسس فعلا على الحاجه اللي هي التايب اللي هو من الاوبشن. تمام وفي نفس الوقت كمان وريتك بس استخدام النيت بينز تسرع بيه شغلك شوية في حتة إن أنت لو عايز مثلا تنكابسوليت مجموعة فلدات مع الستر والجيتر مرة واحدة. ده فيديو بس صغير كده تكميلي
في شابتر 12 كده المليون تاسع هيبقى حقيقة.